نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر متمثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي خرجة ميدانية لبعض المؤسسات التربوية التابعة لإقليم أمن ولاية دار البيضاء ما يخص التوقف والوقوف الممنوعين أمام هؤلاء هاته المؤسسات التربوية. المديرية العامة للأمن الوطني إلى تنظيم حملة توعوية تحسيسية حول الوقوف والتوقف الممنوع أمام المؤسسات التربوية، والهدف تاعها هو دائما حماية فئات المتمدرسين من حوادث المرور. نلاحظوا في الأيام الأخيرة ولاو يستاسيونيو قدام طريق، وهذا دونجي كبير على الأطفال الصغار وليزيلاف هذوما صغار. الإنسان يخاف باسكو الناس اللي تمشي سورتو كان هكذا الموطوات كان سيارة يجوزو برك، وحنا يحقروا دروك الكبير راك تشوف دوك الصغار حنا نخافوا فيهم، المجتمع اللي انا عايشين فيه خايفين عليه على اولادنا. الكبير اللي يلعبوه يلعبوه هما المعلمين باش يوروا للاولاد هادو كيفاش يقطعوا الطريق، الاولياء يلعبوا ثاني دور.